السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم أحمد الفريدي من فيديو جديد. إذا أول مرة تشوف القناة هاي فأتمنى منك تشترك جوا وشغل الجرس، وإذا مشغل الجرس أصلاً إذا مشترك أصلاً قصدي شغل الجرس، إذا مشغل الجرس أصلاً أحبك. المهم يا جماعة، فيديو اليوم إحنا رحنا أكلنا، هو قصير، أوكي، رحنا أكلنا بشارع الاستقلال التقسيم بإسطنبول. خلينا نشوفكم معاناة مال الأكل هنا، بما إنه المطاعم كلها مغلقة، المقاهي كلها مغلقة، أي مكان قاعدة ماكو. فشوفوا الفيديو وشوفوا المعاناة مالتنا، حتى ذول اللي يقولونها بتركي متونس أو حليق، خلي كويت. يلا بس خلينا نشوفكم معاناة الأكل بإسطنبول. خلينا نشوفكم معاناة الأكل. تعال راح نجي أول شيء ناكل دينر. خلينا نشوفكم البروسيس، لازم نروح نوصي طبيعة الحال، يعني لازم 20 متر أكو بيناتنا. ننتظر هيك كالأسد هسه إذا يسوي لنا إياها هناك. أوكي شوفوا، خلينا نشوفكم. طبعا هذا كلش مشهور المحل هنا، مركز ستوب دونر، واحد من انظف المحلات اللي هنا يعني بصورة عامة. لاحظت شيء غريب بالمطعم؟ ما لاحظت شيء غريب؟ ماكو ميوزة ولا كراسي، يعني راح ناكل بالشارع حبيبي. اي نعم، بس جبنا الاكل ماكو مكان نقعد فيه، فراح ناكل بالشارع. بالفرع؟ اي نعم والله بالفرع. يلا امشي هناك نقعد ناكل بالخت. لا بقى ناكل عرق. مع نصيحة من اثنين خبراء بالاكل، انه بتركيا لا تاكلون شاورما مال لحم، مو طيبة. مالتهم مال الدجاج طيبة هواي، مو والله مال الدجاج كلش طيبة. ما ادري هي هيك، هنا مال اللحم مو طيب. لا تاكل اللحم اذا مو بس بالعراق. بس بالعراق والله، قص اللحم بس بالعراق، وبس اللحم بصورة عامة بس بالعراق. والله كذا بيجي مثل ما هنا طعمه ماكو. هسه يعني حاليا هسه احنا مو مشردين ودا ناكل بالشارع. شاور من الدجاج مالتهم طيب، دونر مالتهم مال الدجاج طيب. على ما مال لحم بس ما حد يجيبنا، ما حد محترم. احنا ترى خبراء، احنا يسمون احمد، لا احمد ورضا اللحميين متوحشين. براك شوف اصل احنا كملنا اكل ورجعنا الاشياء على الكيس، قولوا لنا عافيه نظيفين. اوكي راح نكمل بس ونشيل الكيس ونوديه على الزباله. ليش؟ لان احنا نظيفين على اساس احنا نظيفين ومثقفين. بطانيه شنو؟ راسك مربع. المهم ايش بيك ناس نظيفين؟ مو احنا يا رضا يا عزيزي، احنا قاعد نمثل العراق. احنا اللحم والعراق وما ادري شنو، قاعد نمثل، قاعد نمثل العراق. هي ليش ما تاكلها؟ بعد شلون داعي على اساس نشا تكرم؟ بعد تدخين نزع الكمامه ممنوع بالشارع العام. اوكي في العالم يجون هنا ياكلون، يجون يدخنون شوي يتنفسون ويقومون، بس احنا نجينا نتنفس وناكل بصراحه، وراها نقوم نكمل اللفه نغمز. هذا دبسي خلاص، شوفوا احنا نظيفين يا اخي، تعلموا كونوا مثل احمد يا اخي. واثناء جولتنا هنا فلقينا النارمان، هذا نارمان هان مفتح. خل اشوفكم اياه، صار يمكن 20 مره افوت هنا، بس يلا هم خليني اشوفكم اياه. يلا اكو كم شغله لطيفه هنا، اكو هاي النيرو كافيه، ما ادري شنو هذيك، ميوزيوم اوف ما ادري شنو، ستاربكس، انروف فود هاب، هاي هنا ونافوره بالنص تقدرون تقعدون. اكيد شوفوا قعدات هنا، بس قليله قعدات يعني محدديها. شوفوا شكرا لانكم وصلتوا لهي المرحله من الفيديو، اتمنى منك تشترك جوا وشغل الجرس، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله يوم الجمعه. اوكي سي يو، باي باي. ما ادري شلون اخليها. يلا باي باي.